ببركة غبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث وقرار المجمع المقدس، تم تصيير الأخ مهند حنوني راهباً في كنيسة دير القديس نكتاريوس الصوفية، حيث اتخذ الراهب الجديد اسم القديس سلوان شفيعاً له في خدمته المباركة. وفي كلمة روحية لسيادة المطران خريستوفوروس أشار فيها إلى أن بلادنا تزخر بالقديسين على مر العصور، وهي ما زالت تنجب منهم إلى يومنا هذا. وفي الختام هنأ سيادته ذوي الراهب وعائلته وسط جو من الفرح والبهجة. حضر الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع من أبناء الرعية وذوي الراهب وأصدقائه. هاي هي بلادنا المقدسة، هاي هي كنيسة القدس، هاي هي بطريركيتنا المقدسية أم الكنائس، اللي أنت من هاي اللحظة ببركة أبينا صاحب الغبطة البطريار كيريوس ثيوفيلوس الثالث أنت مدعو أنك تخدم فيها كراهب. بلادنا يا ابني كانت كمان قطب جذب لفئات من الرهبنة، فئة لخدمة الأماكن المقدسة، وفئة تانية كانت القطب الجذب إلها هي الصحراء، هناك تنسكوا، هناك تقدسوا، هناك عاينوا الله. ومنتذكر القديس إيلاريون بال280 في منطقة غزة، منتذكر قبل كل هؤلاء القديس يوحنا المعمدان هون عنا في الأردن اللي هو شفيعنا، شفيع الأردن القديس يوحنا المعمدان، هو أول راهب، هو أول ناسك، هو اللي عاش الحياة الرهبانية وتقدس واستحق إنه يعمد الرب في مجاري الأردن. وشفت قديش محبتك، غيرتك وحبك للخدمة وتواضعك، وشفت أبناء الكنيسة قديش أحبوك بفترة بسيطة من خدمتك. يا ابني بس اللي بدي أحكي لك إياه، دائما خلي أمام أعين قلبك المسيح، هو فقط رح يحكي مع قلبك. ما عمرك تنجرف وراء المجد الباطل ولا المديح اللي بيجيك من الإنسان، دائما خلي بذهنك السيد اللي أصنا مبارك الآتي، وبعد 4 أيام فقط ارفعه ارفعه اصلبه اصلبه.